هنعمل شوربة حلوة جدا وتجنن بصراحة، يعني بجد العشاق البحريات الشوربة دي هتنفعكم جدا. تعالوا بينا للمقادير. هنحتاج فيها جمبري يكون زغنطوط خالص اهو، اللي هو الميني الجمبري القوي يعني صغير قوي، ممكن جمبري كبير لو عندك فوميه ناعم، يعني بس لو عندك صغير يفضل بصراحة. ضيفي اي نوع اسماك انت عايزاه، او اعملي استبدلي الجمبري باي نوع سمك انت عايزاه، حتى لو سمك فيليه ونقطعه مكعبات صغيره خالص، بس اهم حاجه المكعبات تبقى محمله شويه عشان ما تتهريش مني. كزبره بقدونس بصل مفروم او مبشور ناعم جدا، يفضل انه يبقى معايا مبشور نعصره من الميه ونخلي التفل بتاعه بس. بطاطس وجزر متقطعين مكعبات صغيره، ذره حلوه بتبقى رائعه معاها، اساس الشوربه دي اساسا. عندي شويه لبن او شويه كريمه، او الناس اللي بتحبش الألبان ممكن تحط لبن جوز الهند، صويا، لبن الصويا هيبقى معاكم حلو قوي. شبت كرفس وبصل أخضر أو كرات، يعني يا بصل أخضر يا كرات، ورق لورا، عندي زبدة وممكن نعمل زيت أو سمنة، عندي نشا، عندي بقدونس مجفف، عندي جبنة شيدر، ملح وفلفل أسود طبعا. أهو الحلة بتاعتي على النار، هنزل بإيه؟ أنزل بالزبدة بتاعتي، هقلب الزبده بتاعتي واسيحها حلو جدا. وانا بسيح الزبده بتاعتي مش هسيحها كده بس، لا انا هاخد هنا البصل الاخضر شويه وهسيب شويه كده، انا لغيت الكرات تماما. انت تحطي يا كرات يا بصل اخضر، يعني واحد في الاثنين، وهاخد الكرفس، ودول الاثنين مهمين جدا عشان يدوني الطعم. اللي هيفضل عندي من البصل الاخضر والكرفس هضيفهم على بعض، لاني هحتاجهم في اخر الشوربه، في بوله كده احطهم اجمعهم على جنب واسيبهم، ضروري جدا هتحتاجيهم، حلو جدا لاخر الشوربه ضروري نحطهم فيها، بيعززوا النكهه وبيدوا طعم رهيب. عايزه اقول لكم طعم حلو جدا. ناخد بقى الجمبري برضو في نفس الوقت اهو، شوربه ولا اروع، يعني شوربه جميله جدا، شوربه طعمها حلو قوي، هتعجبكم جدا. ممكن اخليها شوربه خفيفه خالص وما احطش البان وما احطش كريمه خالص نهائيا، هتبقى معايا برده حلوه قوي. ممكن استبدل برده لو عايزاها حمضيه، يكون فيها مثلا طماطم، ممكن استبدل اللبن بتاعي او الكريمه بتاعتي بشويه صلصه طماطم، هتبقى معانا حلو جدا جدا جدا. ممكن اخليها الصوص الروز او روز صوص، نعمل شوية كريمة مثلا كوباية كريمة على كوباية صلصة طماطم، او اللي هو عصير الطماطم يستحسن انه يكون فريش. حطيت الجمبري اهو، وحطيت البصل، وهقلب بقى تقليبة، مش هعمل فيها اي حاجة، هقلب تقليبة حلوة جدا. اول ما تبتدي اسمع صوت ال عارفين الصوت بتاع دي اللي هو بيطلع في الحلة، هو ده اللي انا عايزاه. اول ما ابتدي اسمع الصوت ده الجمبري ما بياخدش سوى خالص، الاسماك عامة ما بتاخدش سوى نهائيا. اول ما يبتدي يعمل معايا الصوت ده كل اللي انا هعمله ايه؟ ابتدي بقى احط التتبيلة بتاعتي. ورق اللورة، الصوت اهو سمعته خلاص، احط ورق اللورة واسيب، ممكن اسيب ازين بيه يعني براحتي خالص على الاخر. اخد الجنزبيل وابتدي اتبل التتبيلة بتاعتي، جنزبيل ملح، واعمل حسابي ان الشوربة فيها كمية توابل كتيرة جدا، عشان كده هنا هتلاقوا التتبيلة بسيطة خالص. الشوربة عندي فيها كل التوابل اللي ممكن تتخيلوها، يعني كتير جدا. ابتدي بقى انزل بالخضار بتاعتي، الذرة الله اللي بتديني، او هي اساس زي ما قلت لكم الشوربة دي ممكن اكتفي بيها لوحدها. انزل بالجزر اللي هو بالمغربي اسمه ايه، خيزو، انزل بالبطاطس بتاعتي اهو، ونشيل الحاجات دي من قدامنا. هنقلب بقى التقليبه بتاعتنا الحلوه، وننزل بايه؟ ننزل بالشوربه بتاعتي اهي. تقى يا تقى، سلام عليكم. كده انا حطيت الشوربه بتاعتي وحطيت كل التتبيله بتاعتي، فضل لي ايه؟ فضلت لي الجبنه التشيدر اللي انا هزين بيها، البقدونس المجفف برضو اللي انا هزين بيه، وفضلت لي شويه نشا اللي هدي للشوربه بتاعتي سماكه بسيطه جدا. بسم الله الرحيم، وناخد الويسك، شويه ميه وشويه نشا. نبتدي نعمل ايه؟ هبتدي اتقل النشا بتاعتي، بس خلوني احط شويه من الميه اهو، ندوب النشا الاول واشوف انا هحتاج قد ايه. لسه قدامي، بصوا انا بعمل كده
ممكن الناس كلها عارفة تقل الشوربة قد إيه، فإحنا ممكن نفكر الناس بالوصفات بتاعتنا اللي إحنا عملناها بدءا من الطاجن. أرجوكم شكرا. أهو هبتدي أحط النشا بتاعتي بالراحة خالص أهو، وابتدي ألف الشوربة عندي. انتوا بقى عايزين الشوربة تقيلة قوي، عايزينها مية خفيفة قوي، على فكرة ممكن نلغي خالص اللبن الكريمة نهائيا ونحط بس شوية نشا، هتديها تقل حلو جدا برضو. ممكن نخليها خفيفة ما نحطش نشا أساسا. يلا بينا نحط الشوربة أهو، وربنا يسترها على كل الناس يا رب. أهو الشوربة بتاعتي رائعة، عايزة تتاكل أكل يا جماعة أهو. الله، يعني عايزة أقول لكم بجد حلوة جدا، بجد رائعة جدا 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 جدا. حبيت أقدمها النهاردة في طواجن فخار، إني بصراحة شكلها رائع رائع رائع، بيبقى في طواجن الفخار كمان كتقديم لضيوفكم. قدموها بالشكل ده وجيبوا الفخارات الصغيرين.